لكن الدول الحقيقة المتلخبطة دي أو المتخبطة دي واللي بتدور تدور على حاجة تبيعها كل حاجة وتبيع المواطنين نفسهم لأن اقتصادها في النازل، هي للأسف اللي بتروح نفس الدول دي. تخيل دولة بتبيع كل شيء، بتبيع شركات وأصول وكل حاجة، هي نفسها بتروح تشتري معدات عسكرية بتمن رهيب 200 مليون دولار. واشنطن تبيع معدات عسكرية لمصر ب 200 مليون دولار. طب انت مش لاقي تاكل ومتحاربش، واسرائيل بتضربك ليل نهار وما تقدرش ترفع سلاح على اسرائيل، شاري المعدات لإيه؟ هل يجرؤ الجيش المصري انه يضرب طلقه ناحيه اسرائيل؟ انا بسالك. او ما الكلام ملوش علاقه بالوطنيه، وما تاخديش الموضوع دوكه كده والوطنيه والحاجات، وما تقولش كده على جيش مصر العظيم. انا بسالك، انت اتضربت كم مره عند المعبر؟ 4-5 مرات. راح منك ناس، راحوا ناس، عملت ايه بقى؟ ولا حاجه. يا جماعه جيش مصر عظيم على راسي، بس فكر بالمنطق، سيبك من الاغاني والشعارات ومصر يا امي، فكر بالمنطق. انت اتضربت كم مره عند المعبر؟ حوالي 4-5 مرات. سمعت حاجه يعني؟ ده حتى لما كان عندك جندي اسمه محمد صلاح، مش اللاعب يا محمد صلاح، مش الشركه محمد صلاح، لا الجندي، انت اديني الدربكت عندك، طب بتشتري السلاح ده لايه؟ هتعمل بيه ايه لما انت مش بتعمل حاجه بيه اصلا؟ هتوديه ليبيا؟ هتوديه السودان؟ شيء عجيب. انت بتكح طرق، ده انت عيان، ده انت مش لاقي الدولارات، راح تشتري ب 200 مليون دولار سلاح من امريكا. بس هو الرقم ده رقم عجيب برضو، 200 مليون دولار، ده الطياره ب 400 مليون دولار. انت شاري ايه بقى؟ شاري معدات فض ارهاب وحاجات كده يعني؟ ممكن تكون شاري كده، اصل ايه اللي ب 200 مليون دولار يعني؟ السلاح الفرقاطه ليها ثمن يعني، الحاجات معديه الارقام دي. انت شاري ايه ب 200 مليون دولار؟ شاري لقوات فض الشغب والحاجات دي والاسلحه دي اللي هي بتاعت فض المظاهرات وكده؟ خايف على الكرسي؟ وما شاري ايه؟ شاري ذخيره ب 200 مليون دولار؟ انا نفسي اعرف ايه السلاح اللي انت شاريه ب 200 مليون دولار؟